الطائرة بقى يوم الساعة 6 الصبح ترن عليه. والله واحنا جايين قلت لهم بدنا نعم 13 وانا ابحث في المصاحف مصحفتي حاطط لا لا شوي من المصحف هذا في شايفه ولا قصة هذا المصحف واذا به للشهيد معتز وكاتب عليه كلمتين ثلاث بخط يدي شو كاتب؟ كاتب سيدي العزيز الشهيد الحي لا إله إلا الله معتز بالله صلاح الخواجة نعلي رام الله 12/10/2016 7/7/2018 23/2009 و25/3/2020 دعواتكم يا أحباب أخوكم الداعي لكم بالخير المعتز بالله ما شاء الله إذا سمحت بتقوم أسلمك إياه وأنا أقبل راسك تكريما إليك وتكريما لمعتز وحبيت أن تكون هذه مفاجأة وأخرج هذا المصحف من السجن إليك لتحتفظ به ويبقى ذكرى من أخيرك سيد الشيخ تفضل يا ابو اسحاق شيخ احمد مبارك ابو مبارك مالك تعال جاي تعال جاي تعال جاي تعال جاي قوم هذا المصحف مقدم مصحف تلا به الشهيد معتز في داخل السجن واخرجناه ليبقى ذكرى لوالدي ولنا جميعا ان شاء الله نسأل الله له القبول وأن يكون من أهل القرآن آمين هو ونحن جميعا إن شاء الله.